الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابعي من واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله الإخوة المتحدثين من قبلي على هذا الكلام الواضح فيما نراه من فرح واحتفال بأعياد اليهود والنصارى. وأول نقطة لابد تعرفها إنه ما بيجوز لمسلم ولا مسلمة أن يحتفي ويحتفل مع هؤلاء القوم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي بيناتهم مودة، يوادون من حاد الله ورسوله. وانقضت سنة ميلادية من ميلاد عيسى عليه السلام والمسلمين طالعين في الشوارع محتفلين. طيب السنة الهجرية انقضت سنوات ما شفنا المسلمين طلعوا شارع النيل، ولا شفنا بنات لابسات بناطلين، ولا شفنا أعمامك بعمم يرقصوا زي ما كانوا بيرقصينا. ترقص ما بتخجل، ما بتستحي ترقص. الأمة الآن كثير منها إلا من رحم الله يجهل هذه العقيدة العظيمة من التي عقيدة الولاء والبراء. وأنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. ربنا في القرآن يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع اللي بتسمع في الأغاني وبترقص، يوم القيامة ربنا بيسألك عن سمعك وعن هذه النعمة فيما استعملتها. إن السمع والبصر، عيونك ديل مش عجبتنك، يوم القيامة بيشهد عليك وبيشهد ضدك. عشان كده جينا نحذرك: ما تعبث بأعراض المسلمين، ما تعبث ببنات الناس، لأنه سوف تندم يوم من الأيام. وما بينفع الندم بعدين، ما بينفع الندم بعدين. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله بيسألك يا زول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. شفت ما بتتحرك من محلك يوم القيامة؟ واحد يقول لك: والله نحن طبعا دارين نعيش شبابنا مولانا ودارين نعيش. تعيش شنو يا زول؟ تعيش بالباطل؟ تعيش بالحرام؟ تعيش بالزنا؟ تعيش بالاختلاط؟ تعيش بسماع الأغاني؟ وربنا قال في القرآن، ربنا قال في القرآن: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. ليه اتمنى ما يدو كتابه؟ لأنه كتابه ملان سيئات. جه هنا شارع نديره تحت الكوبري، كوبري الممشية، اي شار دوار ده يعايل ليها. دي وصيله اليافطه، وديك وصيله للصب، ودي سمحه، ودي خضراء، ودي بنبيه. ويوم القيامه الله بيسالك: دي ما نعمه الله اداك ليها؟ تقوم تستعملها في الحرام. ومن الباطل ومن العجب الذي لا ينقضي انه المسلمين طالعين الليله. طالع ليه شنو؟ ومطلع بناتك ليه؟ ما عنده غير على عرضك، وما عنده غير على بناتك وزوجتك، تطلعهم للناس والشماشه والصعاليك عشان يعاينوا لهم. ودي لابسه بنطلون، ودي لابسه لا فانيلا اديني حقنه، ودي لابسه لبس شان في البيت ما ترضوه، تطلعها في الشارع. اين الغيره؟ وين الغيره؟ وين الغيره؟ وين العفيفه الشريفه التي لا تراها الشمس؟ وين؟ عشان كده اليهود والنصارى نجحوا،
نجحوا طلعوا بنات المسلمين في الشارع زي ما شايفين الآن. وربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أسألكم بالله زول لابس ثوبان طلعوا كباية إلا يطلعوا بالكيس ده بينصر أمة؟ ده بيرجع الإسلام؟ هل يسترد أمثال هؤلاء سوريا؟ أنت الآن محتفل مع ناس يقتل المسلمين في سوريا ويقتل المسلمين في العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين، تحتفل مع ناس بيسبوا النبي؟ منو سب النبي غير اليهود والنصارى؟ منو؟ يا ناس السب النبي وطلع فيه فيلم قبل فترة منو؟ مش اليهود؟ طيب انت جاي هنا ليه؟ اقول لك والله داير مولانا داير افرق وزهجان، زهجان ما تصلي؟ صلي اقرا القرآن بيخليك مطمئن، تجي هنا ترقص وتجي تغني. وربنا قال في القرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وربنا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حسرة وأسف وندم نراه الآن في الطرقات، والآن هذه الأيام يكثر فيها الزنا، والله جد يكثر فيها الزنا. انت ما شايف دار المايقومة 17 عنبر كلها مليانة أطفال بتاعين زنا؟ الزنا بيقع في الليالي دي، الزنا بيقع في أمثال هذه الليالي التي يعصى فيها الله تبارك وتعالى. يا أخي البحر ده سايسا كان قام غرق الأمة دي؟ انت لو مت أتموت على معصية الله وتموت على غضب وفي مناسبة وعيد من أعياد الكفار؟ يا أخي ما تخليك عندك غيرة على عرضك، وخليك عندك غيرة على إسلامك، خليك عندك غيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم. وديل ما بيؤمنوا بالنبي، النصارى ما بيؤمنوا بالنبي، ديل الآن الناس الطالعين برأس السنة الميلادية، أنت عارف عقيدتهم شنو؟ عارف عقيدة النصارى ولا ما عارف؟ نوريك ليها؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. النصارى أبو صليب ناس كريستيانو رونالدو وميسي وغير من الكفرة وشباب المسلمين الليلة إلا من رحم الله. يقول لك أوه ميسي أنا بحب ميسي، تحب ميسي بدخلوك يوم القيامة مع ميسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. بتحب منه؟ حب جون سينا؟ تلقاه الواحد حب له 600 كافر وما يعرف أسماء الصحابة، والله تختبره في الصحابة تلقاه يقول لك والله يا مولانا أعفاني ما تدخلني في حتة ضيقة، تسأله من فريق برشلونة وبشتنونة يجيبوا لك بيت دكة الاحتياطي. يا زول ده الآن ديل ما بينصروا دين يا ناس، والله شباب زي ديل واحد بنطلونه ما قادر يرفعه، يرفع أمه بنطلونه ما قادر يرفعه للأسف. ويا للخيبة ويا للحسرة التي تقطع القلب من هؤلاء الشباب الضايع الذي لا يعرف للإسلام قيمة ولا يعرف للإسلام يعني شيئا إلا من رحم الله. فعقدت النصارى انت عارفه ولا محتفل ساي؟ رأس السنة يعني السنة الميلادية يعني من ميلاد عيسى عليه السلام، 2017 سنة من ميلاد عيسى عليه السلام، والمسلمين تاريخهم الهجري، المسلمين التاريخ بتاعهم هجري الذي يعني وضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المسلمين ما بيعرفوا الهجري، يعرفوا ده الافرنجي ده ويحتفلوا. عقدت النصارى في عيسى انه الله عنده ولد، كيف تحتفل مع ناس زي ديل وطالع من بيتك عشان تجي تشارك الناس زي ديل؟ حصل يوم في واحد نصراني في راس السنه الهجريه جاء طلع في الشوارع قال نحتفل براس السنه الهجريه؟ في نصراني في رمضان وعيد رمضان بعد ما انت صمت جاء قال نحتفل مع المسلمين لانه عيدهم جه؟
حصل في نصراني جشال خروف. والله انت جاري حاج احمد ما قصرت معاي وقعدت تجيني طوالي في المناسبات، وانا اشتريت الليله خروف عشان اشارككم في العيد بتاعكم. حصل فيه ما في، لكن المسلمين حريصين يشاركوا اليهود ويشاركوا النصارى في الاعياد، وعقيدتهم زي ما قلت لك ربنا قال عنها في القران في سوره مريم بتحتفل وفاك الطرق الناريه وفاك الغنابل المضيئه، ده كله ما بحل لك، وده كله تقليد للكفره وتقليد للنصارى في 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 ايطاليا في روما. هناك هسه الجماعه شغالين، مش هسه نحن هنا قاعدين والجماعه محتفلين راس السنه راس السنه، هم هناك بيحتفلوا في روما الكنيسه الكبيره. الله عنده ولد ومريم صاحبه الله وعيسى ابن الله وهو الله. يا ناس تجي تحتفل وتطلع مع ناس زي ديل؟ ربنا قال في القران عن عقيده هؤلاء النصارى، ربنا قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات. شفت السماوات دي؟ يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا تتشقق السماوات والأراضين وتنهد الجبال؟ ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وإنت كل ركعة من ركعات الصلاة إذا كنت بتصلي، وكثير من شباب المسلمين ما بيصلوا، والله كثير من شباب المسلمين ما بيصلوا. الزول اللي بيصلي بيقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني انت بتسأل الله يا الله تجنبني طريق المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، عرفته؟ يعني انت ما تجي بأفعالك تكذب أقوالك وقراءتك للقرآن في الصلاة، خليك عندك فهم. إذا أنت كنت بتسأل الله إنه يجنبك طريق المغضوب عليهم والضلالة، وهذا الذي نراه الآن من طرق اليهود والنصارى ومن صراطهم. بيحتفلوا اللي بيحتفلوا برأس السنة منو؟ اليهود والنصارى ولا المسلمين؟ اليهود والنصارى بيحتفلوا برأس السنة الميلادية من ميلاد عيسى عليه السلام، و ربنا أبطل هذه العقيدة في صورة يحفظ الكبير والصغير والذكر والأنثى. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عشان كده الفساد الآن منتشر، والانحلال والتبرج والسفور باسم رأس السنة. وللأسف الفنانين الأيام دي شغالين شغل ثقيل، يقول لك بمناسبة رأس السنة يحيي الفنان الكبير ما عارف فلان الفلاني وبالكنيسة القبطية. يا زول في الكنيسة كمان دار تغني؟ في الكنيسة دار يغني؟ وهذا والله من الجهل العظيم ومن الضلال المبين. فالآن زي ما الأمة كلها شايفة تبرج وسفور، وبعد 9 شهور من هذا الاحتفال يكسر أولاد الزنا ويكتر اللقطة في دار المايقوامة وغيره، لأنه كأن الله عز وجل رفع عن المحتفلين برأس السنة القلم. والله جد واحد يقول لك يا زول رأس السنة يا زوال اللي أنا نمشي نهيص ونمشي نطلع ونخلط ومواعيد ضارب مواعيد مع فلانة ومع فلانة، يشرب خمر يشرب بانجو يبلع حبوب، كله باسم رأس السنة، باسم رأس السنة التي لم نعرف لها رأسا ولا قدمين. يا أخي لا كرعين لا رأس،
نحن ما عندنا علاقة بهذه الاحتفالات، عندنا عيدين الأضحى والفطر، دي على المسلمين، لكن رأس السنة والكريسماس وشم النسيم وعيد الشجرة وعيد الأم وعيد السيوسيو وعيد الجلالة، ده كله ما عندنا. أعياد كل يومين عيد، ما عارف عيد الشجرة عيد البقرة، يا أخي عندنا عيدين بس ما في غيره. عشان كده نحذر كل المسلمين، أرجع يا زول بيتك، أرجع بيتك واتق الله، ماذا لو أدركك الموت وأنت على هذه الحال؟ لو أسا زي الجماعة اللي كانوا بيرقصوا بجاي دير شغال يرقصوا، الأمة بتنتصر بغنى برقص؟ لو ملك الموت جاك الآن، لو مت مخمور، لو مت وأنت في حال الزنا، ماذا تقول لله تبارك وتعالى؟ ماذا تقول لله تبارك وتعالى؟ عشان كده ربنا قال في القرآن، ربنا قال ووضع الكتاب، شوف الكلام ده متين كيف في سورة الكهف، ربنا قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربنا في آية ثانية قال إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقال وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وربنا يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. الله بيحذرنا في القرآن، ما نشابه اليهود ولا النصارى ولا نحتفل معاهم ولا نواليهم ولا نحبهم وقد أبعدهم الله، ما نحب اليهود ولا النصارى. عشان كده الليلة كثير من شباب المسلمين وقعوا في هذه المحبة التي قد تقودهم إلى الضلال والانحراف العقدي والأخلاقي وغيرها من الأمور المعاصي. الزول لما يحب له زول بيقلده، الجماعة اللي بيحبوا أي لاعب كورة كريستيانو لو حلق بيحلقوا زيه، لو لبس شوال بيلبسوا شوال، لو لبس يفتك نايلون ومات السبعد في الأيام الجاية يطلع بنطلون من كيس، لأنه يوميا شايفين بنطلون جديد. والله بناطلين تحيرك، بناطلين تحيرك ذاته، تستغرب في الشباب اللابسة البناطلين دي، والله تحتار في ذاته، يا ولد ده بنطلون لبسته كيف؟ كيس سكريم بس، والله ولا تعرفوا لابسه بصابون بكيس، يحيرك. عشان كده لابد للناس أن يعرفوا أن هذه الاحتفالات باطلة، لا ينبغي لمسلم أن يحتفل برأس السنة ولا بغيرها من أعياد اليهود والنصارى، لأن هذا من التشبه بهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الزول يتشبه بالصحابة، يتشبه بالتابعين، يتشبه بالأئمة لكي ينصر الأمة الإسلامية ويخرج الأمة الإسلامية من هذه الورطات التي نراها الآن في سوريا. ويتبرأ المسلم، احذر يا عبد الله ويا أمة الله أن تنتمي إلى حزب ولا جماعة ولا طائفة ولا فرقة. شفت المحل ده هنا، واحد يقول لك يعني دايرين نبقى معاكم؟ لا 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 لا، ما تبقى معنا ولا تتابعنا، تابع النبي عليه الصلاة والسلام، تابع الأسوة والقدوة المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل فيه وإن تطيعوه تهتدوا، والذي قال الله تبارك وتعالى فيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، والذي قال الله تبارك وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا
أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا وفي قراءة لعنا كبيرا. وربنا قال في سورة الفرقان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا القرآن واستبدلوه بالأغاني واستبدلوه بالمعاصي وبالرقص وبالأشعار. الأشعار استبدلوا بها القرآن استبدلوه بالأشعار وبالأغاني. لذلك تجد الأمة الآن في ضعف وتسلط عليها أعداؤها من اليهود والنصارى واليهود والمجوس تسلطوا على هذه الأمة لأنهم تركوا سبب عزهم وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تركوا القرآن واتبعوا الطرق والسبل الشيطانية والسبل التي تقود الناس إلى جهنم عياذا بالله. عشان كده الليلة تجد كثير من الناس يعني لو جد قلت له الله قال الرسول قال ربما مل وكل ولربما أعرض. ولكن الله تبارك وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. جيناك في المحل ده وقلنا لك ما بيجوز تحتفل مع اليهود والنصارى، ما بيجوز تحتفل لا برأس سنة لا بشم نسيم لا بغير من الأعياد، لكن أعرضت وتركت الحق إلى بنية الطريق وإلى الباطل وإلى الغناء وإلى الموسيقى والألحان. ولكن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز ربنا يقول عن هؤلاء الذين فرطوا عن في اتباع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ربنا قال عنهم في القرآن يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتاه ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.